بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الخامسة في مادة التآكل، يعني المحاضرة الخامسة تحتوي على فيديو واحد فقط أو المحاضرة الخامسة كاملة. التصميم والإنشاء اللي هو الديزاين اللي خاص بالأنبوب اللي مدفون تحت سطح الأرض مثلاً. يستخدم عادة معدن الزنك والمغنيسيوم كأنودات تفضيلية لحماية إنشاءات الحديد والصلب، والأكثر استخداما هي أينوند المغنيسيوم لأنها أو أيوناد المغنيسيوم لأنها تنتج جهد خلية أعلى من أيوناد الزنك. وتستخدم أيوناد المغنيسيوم للحماية في التربة حيث المقاومة الكهربية أقل من 5000 أوم، وتستخدم أيوناد الزنك في التربة ذات مقاومة 1000 أوم أو أقل. إذن الموضوع هذا نتكلم عليه لخطة من الأنابيب مدفون تحت الأرض بعمق 2 متر أو 3 متر، سواء كانت تربة رطبة أو تربة جافة. لو صار فيها خدش بسيط أو صار في بداية تآكل بالنسبة للأنبوب، ماذا نفعل؟ أو ما هو الإنذار الذي يجب أن نتخذه؟ أو ما هو التصميم الجيد اللي بد أن يكون داخل في تصميم المعدن المصنوع من الأنبوب؟ مثلا لو صار هذا الأنبوب مدفون تحت سطح الأرض بعمق 2 متر أو 3 متر، صار في بعض التآكلات في الركن هذا مثلا، حيث يتم توصيل خيط موصل للشحنات الكهربائية لقطب مغنيسيوم، والآخر يقوم بتوصيله من على طرف الأنبوب بالشكل هذا، فربما فترة زمنية ويتعالج التآكل هذا. يعني نحاوله مرة اثنين ثلاثة حتى يعني نقضوا على التآكل اللي صاير هنا في الركن هذا. هذا خدش في التغليف، نتيجة التغليف صار فيه خدش بعد فترة زمنية سبب لنا التآكل. مسار تيار الحماية كذلك في الحالة هذه لو قلنا اي اللي هو انود أو أيانود الزنك أو المغنيسيوم اللي تحملنا من خطر حدوث التآكل. هذا النظام اسمه نظام الحماية بالأيونات المستهلكة، نظام الحماية بالأيونات المستهلكة. مميزات هذا النظام هي: رقم واحد، لا يحتاج النظام إلى مصدر كهربائي خارجي للتشغيل، هذه ما يعتبر من المميزات أدفانتج خاصة بالسيستم لكي نحموه من أو نسيطر على التآكل اللي حادث فيه. لا يحتاج النظام إلى مصدر كهربائي خارجي للتشغيل، لا يحدث تداخل كهربائي مع المرافق الأخرى، ذات تكلفة مقبولة بالنسبة للأهمية الكبرى التي يؤديها للشبكة. من المفترض أن يكون التصميم ذات كفاءة عالية وبأقل تكلفة، ذات كفاءة عالية وبأقل تكلفة. ديسادفانتج الخاصة به عيوبه: فرق الجهد الحافز لدفع التيار الكهربائي صغيرا جدا، وهذا عيب لأن التآكل ربما يسرع أكثر من هو أن يدفع التيار الكهربائي أو أن هو يسيطر على التآكل. كمية التيار الكهربائي المتولدة عنه محدودة بسيطة جدا، مكلف جدا لحماية المواسير، فهذا يعتبر عيب لأن كفاءته يعني بطيئة، فبالتالي التكلفة متاعه عالية. ذات الأقطار الكبيرة وكذلك رديء التغليف بور الريبينج لا يؤدي الغرض إذا استخدم في تربة ذات مقاومة عالية للتآكل. وأيضا تستخدم أقطاب المغنيسيوم اللي هو الزنك 707 كيلو جرام وزنها، مدفونة في مركب كيميائي من الجبس أو البنتونيت والصوديوم بنسب محددة بغرض استقرار الجهد وتوزيع استهلاك الأنود بانتظام. وأيضا توزع الأقطاب على مسار خط الصلب إما فرادة أو في مجاميع على جانبي الخط المردوم وعلى مسافات بينية محددة، وذلك تبعا لقطر خط الغاز. ربما يكون الدايمتر الخاص بالأنبوب كبير، ربما يصل إلى نصف متر أو يصل إلى 40 سنتيمتر أو سنتيمتر وهكذا. لابد أخذها بعين الاعتبار المجاميع على جانبي الخط المردوم.
يعني أقطاب المغنيسيوم الموجبة والأخرى السالبة. أعمال القياس، لما احنا يعني عرفنا أن هناك ربما تآكل كيفية عملية القياس الخاصة به، الغرض منه أعمال القياس هو اختبار نظام الحماية الكاثودية، وينقسم إلى مسح دوري يعني السرفية برودكتلي يعني دوريا لابد من عملية مسح والتأكد هل موجود تآكل أو لا، أو أعمال مسح خاصة، والمسح الدوري يتم على فترات زمنية متقاربة أسبوعيا أو شهرين أو يومين عند حالات معينة. يتضمن المسح الدوري الأعمال الآتية: رقم واحد، لابد من إثناء عملية السرفيه للأنبوب قياس جهد الخط اللي موجود داخل التربة باستخدام الأوفيمتر ونصف الخلية، أيضا قياس تيار الحماية من المصعد أو من المحطة الحماية، قياس مقاومة الدائرة. فهذا أهل الاختصاص هم أدرى وهم عارفين عملية القياس كيف تستخدم، وأيضا أجهزة القياس هو الأساليب والطرق المتبعة اتجاه عملية القياس. أجهزة القياس، هناك عدة أجهزة، منها جهاز قياس مقاومة التربة للتآكل، أيضا جهاز الكشف عن التغليف هولي ديدكتور اللي هو جهاز يكشف على التغليف، هل هو التغليف هذا يعني بعد ما طلقنا المعدن وغلفناه بماذا تقي من خطر التآكل، هل تم تغليفه بشكل جيد أم لا، جهاز الكشف عن أخطاء تغليف المواسير طبعا الأنتروسينك، جهاز قياس الجهد والتيار أيضا. هذه عدة أجهزة للقياس. عندنا أمثلة عدة تتكلم أو توضح مدى تآكل الأنابيب اللي موجودة في المنشآت النفطية أو في الحقول، أو كان الأنبوب هذا يسري فيه الأويل أو غاز أو كذا أو حتى ماء. يعني بالشكل هذا الحواف الأنبوب هذا يعني كله تآكل، كله يعبر على أنه متآكل بالشكل هذا، مسبب يعني مشاكل قشور، ويعني فترة زمنية يعني محددة وينتهي العمر الافتراضي للأنبوب هذا. فبالتالي ربما يكون الأنبوب هذا مدفون تحت سطح الأرض، ولا علم للعمال ولا علم للشركات الهندسية بأنه تآكل، لابد من كشف عليه دوريا أو يعني تنبأ بالأجهزة القياس هل موجود في تآكل أو غير موجود. فهذا لابد أن يكون العمل عليه دوريا على حسب السمك اللي مصنوع منه، ربما يكون فترة حتى سنة ويتم الكشف عنه، لكن لما نتركوه فترة أكثر من 5 6 سنوات 7 سنوات فربما يتآكل ويبدأ التسرب سواء كان غاز أو أويل منه، أو إحنا ما عندناش به علم. هنا القشور هذه البيضاء هي الصغيرة اللي موجودة هنا بمكبرة يعني بعدسة مكبرة جدا، فهنا لاحظتوا أن هذا متهالك نهائيا، يعني مسبب التآكل متهالك، يعني الغلاف الأنبوب من الداخل نهائيا. هذه أمثلة أخرى في المنشآت النفطية، انظروا مدى تآكل الحديد مع الحديد، يعني مركبات المواد المصنوعة من الحديد مع الغازات اللي موجودة في الهواء جو، مدى تآكلها في السراودينج، وهذا كذلك من الداخل، الأنبوب من الداخل يعني متآكل ومنتهي مفعوله. هذا يمكن يعالج، أو ربما الطلاء الخاص به ربما ضعيف جدا، مادة الطلاء التي تقي من خطر التآكل ربما ضعيف جدا، فبالتالي حدث التآكل الكبير هذا. هنا الأنابيب المطلية بمادة تقي الأنبوب من خطر حدوث ظاهرة التآكل، هذه الأنابيب ربما تم طلاؤها بفرشاة أو بالغمر الساخن أو بالحرارة أو بالكمبروسوري اللي يتم فيه عملية الطلاء،
الكمبروسور يعني النفخ بالهواء أو الرش بالهواء بمادة تقي المعدن من خطر حدوث ظاهرة التآكل. هؤلاء الأنابيب كلهم مطليات طلاء كامل ومفحوصات يعني فحص تام على عدم حدوث ظاهرة التآكل. وكذلك بالشكلية هذه أنابيب يعني يعتبر مطلية أو مغلفات بمادة تقي المعدن من ظاهرة حدود التآكل. كذلك في بعض الملاحظات الأخرى هكذا مثلا يتم عملية اطلاء المعدن بفرشاة تستخدم تقي المعدن يعني بطلاء الركن هذا بطلاء يقي خطر حدود ظاهرة التآكل على المعدن. حتى لو كان المعدن مستخدم فيما سبق ربما نقوم بعملية أخرى نطلو ندفو المعدن تنظيف جيد مع مراعاة شروط التنظيف ثم نطلو المعدن المراد حمايته من التآكل بمادة تقيه من خطر التآكل أي مادة كانت.